كنت أظن أني أعرف السعودية إلى أن زرت مدينة تبوك. يا رجال همون عليكم. قاعد يولع نجدة. عمر أنا أنصحك أنسى. هل قلت كلامي؟ والله من صدقها رحيل لازم حد يضحي. لا نعطيها الرجال اللي يستاهل ما تخلى عنه يعني. من الشمال إلى الشمال جدا. خلنا نشوف تبوك شنو مجهزت لنا من مفاجآت. بس قبل تبوك اسمع مني هالكلام، لو شنو كان مجالك الجهاز اللي بقولك عنه ممكن يغير حياتك. دائما أصدقائي المصممين، المهندسين، الإديترز، حتى الجيمرز يفضلون أن تكون قدامهم شاشتين على الأقل. الفكرة أن يرتبون مخهم وأفكارهم، المصمم يرسم في شاشة والنتيجة في شاشة، الإديتر شاشة تكون فقط أن يشوف الفيديو، شاشة ثانية هو اللي يشتغل عليها، بالإضافة للجهاز الرسم باللمس. زين إذا قلت لك أن كل هالميزات موجودة في جهاز واحد بس، لابتوب ايسوس زينبوك برو 14 ديو، غير اللعبة كاملة. تصميمه حلو وسلس، فيه شاشتين تخيلوا اثنينهم 4K اثنينهم باللمس، وهذه اللي بيرتب طريقة تفكيرك وشغلك، خصوصا مع فكرة الشاشتين واستخداماتهم المختلفة. فاللي ناوي على لابتوب المستقبل اعتقد الموضوع واضح. نرجع تبوك. تبوك بوابة الشمال، تخيلوا ان هي المدخل الرئيسي لداخل السعودية من الشمال. الشام كلهم كانوا يحجون مرورا من تبوك ودخولا من تبوك لمكة. اهدأ من ما توقعت، والمدينة اصغر من ما توقعت، لكن جغرافيا تبوك كبيرة، فانت لا تضيع وايد وقت في المدينة نفسها، روح اكتشف برا. ليش اللي عرفت تبوك منها اللي هي غزوة تبوك. في 9 للهجرة غزا الرسول الروم هني في تبوك وسيطر على المنطقة. شو كثر محلات لال، ها؟ أقول لك محلات اللال هني أكثر من كل شيء، يعني واضح إن أهل تبوك يحبون يكشتون يشربون قهوة. عزمنا من مجموعة شباب على مخيم في تبوك، وبصراحة ما توقعت غير إنه يكون مخيم عادي. حيهم الله يبقيه. مرحبا. وصلنا لفي ابل وخيل. شو السالفه ساكين الدرب يقولها مستقبلينكم. استقبلونا بالكلام الزين والترحيب والشعر، تبسمت حسمة العادية مع الغيم، لكن أكثر شيء لفت نظري هي زن. هذه الجبال أيها الخيال الجديد، خلاص صديقك الجديد خلاص. إي والله خلاص. جماعة يزن استقبلنا، هذا والله أقل استقبال نستقبلك يا، والمفروض أكبر. الخيل اللي معاي فرنسي درجة أولى، أبوه وأخته وأمه كلهن عندي. وإذا سويت أنا معاك سباق ضدك أيوه وغلبتك تتحدى؟ تحدى. عمر أنا ما تعطيني أضعف حصان؟ لا والله أعطيك أقوى حصان، وأنا اللي ما يعرف يعطيك. عمر أنا أنصحك انسحب صراحة. لا لا تنصح، خلي الله أنصحك. هو اسم عمر يجرب، خلي يجرب. يلا جرب. قاعد يولع. إذا خسرت أنا مالي وي خلاص. لا لك وجه. هذا التحدي. في ناس تخسر وترجع، تخسر وترجع، في ناس تخسر وترجع، مو عيب الخسارة. شوف من كلامك كأن تقول لي أنا إنك بتفوز. لا أقول لك لو أنا خسر ما أزعل عادي. الفوز السباقات فوز وخسارة ما أزعل، هذه قسمة ونصيب من عند رب العالمين. شيء بنطار الديسة. الديسة تتميز في فصل الشتاء أن منطقة تبوك كمدينة تبوك تكون جوها بارد، الديسة تكون أجواءها دافية. اسمع المعلومة، قال لي حط بالك وانت ماشي في الدرب في البر كل نص ساعة تغير معك الأرض، الأرض والجبل، والجبل ودرجة الحرارة. درجة الحرارة نعم، يعني كأنك قاعد تروح مناطق مختلفة. نعم جدا. رايحين نيفادا، أقصد ديسا، ما غلطوا، كل نص ساعة في الدرب، طبيعة غير، منظر غير. Thank you.
وصلنا على الغروب. تقريبا الشمس انزلت. اتوقع المفاجأة بتكون باكر لما نكون داخل. يا جماعة، أعشق الشروق وأتمنى تفهمون ليش. صباح الخير جدا. هالمرة كشتتنا غير شوي. انضموا لنا شباب من السلطنة. مرحبا. شوف أوه خلصنا المود البدوي، الحين مود المغامرات. مود المغامرات، ما في ثوب، لازم تنويع. عمر التنويع مهم. ها انت مهلان على شيء واحد. حاليا قاعد نجهز حق لقطه الاف بي في الاسطوريه. فكيف تسوي انت؟ خبرنا اللقطه اما تضبط او تجي فينا العيد. والله خوش ريال عليه. أول هايك اليوم طالعين في وادي ديسا. أتوقع أنه يكون تقريباً 10-15 كيلو. هدفنا نرجع قبل الغروب. أنا بكون ليدر في الجدام، ماهر بيكون الباك ليدر. نكون يا بعض جروب واحد، إذا حصاي صغير وصايرة على طرف لا تدوس عليها، دائماً دوس على الحصى الكبار، لأن هذه الصغير ممكن تنكسر وطايحك من فوق. غنون صح لنا متوهقين، ما في نزلة. عبود شو الخطة؟ وإحنا في المشي وصلنا لمنحدر، والوضع كان إما نرجع أو لا حيلة، لازم حد يضحي. إذا وصلتكم اللقطة يعني عايش. شفنا كاميرا حاطينها هني محطة العلا، يصورون ليل ونهار كبل الشور. عشان شنو؟ تشوفون يرخمون حيوانات، يرخمون حركة الماي، كل شيء تصير. الوادي طلع طول ما توقعنا. شباب تعبوا وايد، أنا والأمير ندور النجدة لأن قاعد ظلمت فيها رسول. مشكلة صغيرة، الوقت تأخر علينا والشباب تعبوا، والوادي في الليل مليان ذيابة وضباع، لكن طلع لنا المنقذ واللي اسمه ممدوح. يا بنات البدو سووا لجديلة. استحالة انك تنسحب منه، ادمان وعشق. انا عندي حصان، ها ما في تبوك مثله. ولد عمره 12 سنة بس يتصرف ويتكلم كأنه شايب. والله اذا ما جيت ترى ابوي يزعل. انا ازعل منك كمان. قول لي ايش تبي. الرجال يوافق. مشكلة ياخذك في زاوية غريبة، انك مو بريال على طول. ها قول لي. تمرني البيت واسوي لك منسف ونوريك الخيل. انت شايب ولا شنو؟ كم عمرك الحكي؟ اسمع، شايب بس جسمي مصغر. وإذا فزت لك خروف. ما أبي خروف، شو أسوي؟ لا تأكله. نبي خيل، تعطيه خيل؟ أعطيه خيل، والله لو يبغى الصطب الكل. أوه، أعطى كوفر قوي. تصريح قوي ها؟ خليك قد التصريح. غلبت؟ تأخذ فرصي هذا، والله أنا قد كلمت قدام الناس. خليت عنها بسرعة يعني. ها؟ لا نعطيها الرجال اللي يستاهل، ما تخلى عنها. يعني. الله 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 الله. نقول يلا حية.
وحياك الله على رمز من الكرامة. بيخليني اكل وايد عشان اخسر. لا اكل كويس ومنصف كويس. بقل هناك قال لي لازم تيجي هني بالضبط. الضيف الورك والذنابة وما نحطه عند ذنابة الخروف، لا جنب الذبيحة علشان يكون اللحم قريب له، واذا ما هو قريب نقص من الذبيحة ونحط في جهة. ودي تجرح شعور بكلمة مني غيابك الطاف من النسمة على فؤادي. تدري في حياتي ما عمري ركبت ولا مرة ركب. اركب اركب في حياتي ترى ما ركبت. اي ورجع ظهرك ايوه عمر لا تخاف ترى في حزام امان هنا تشوف تامن نفسك. لا لا ممكن خلي انا بطني الحزام انطر حزام الامان. اوه يورث ما شاء الله تمسك الرسل تنزل تحت يعني يجلس لو قلنا بجدة طبيعة خلابة يعني جبال وسهول وفي نفس الوقت فيها أشجار فهي مناظر جميلة جدا جدا. تتميز بالرمال الحمراء يمكن بعض المناطق أنت أول شخص تطع قدمك عليها. في طريقنا لبجدة هذه المنطقة اللي ما قد زرتها مشهورة وايد بجبالها العجيبة والغريبة يعني توصل مرحلة أن يسارك في الشارع جبال وطبيعة تضاريس غير يمينك جبال وطبيعة وتضاريس غير. أتوقع هاي المنطقة بيكون لها صيت وايد كبير في مستقبل السياحة السعودية. بجدة تقع ضمن منطقة اسمها حسمة. حسمة تمتد من الديسة تقريبا جنوبا إلى وادي رم شمالا تقريبا 250 كيلو. أنا الحين صراحة بالنسبة لي واو ما شفت شيء. نحن انت, انت تقول لي انا ما شفت شيء بس تشوف مفاجأة داخل. واحتاج اعترف اني من زمان ما انبهرت بمغامرة بهالطريقة. بس اذا كان قلبك ضعيف وعندك فوبيا لاماكن الضيجة انصحك لا تشوف. هاي الممر الصغير طلعنا على مثل واحة شنو يسمونها؟ هاي اسمها الفرعة. فرعة فرعة المنطقة المكشوفة بين الجبال. يا عيني هذه يصير شوف نهاية المكان. لا تو هناك البداية بعد بعد قدام. لا 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 ما في نهاية تونا بادين تونا بادين. بس صدقكم شباب ولا شنو؟ تعال تعال لا قلب ولا شنو؟ تعال تعال بس تعال والله من صدقهم رايحين. كون بالضبط بالضبط زحمين زحمين اخوي. واو هاي كل اسبوعين شباب. روح روح على برد على برد. مسالم مسالم هلا هلا. يقول الحموي في كتابه معجم البلدان يقول حسمة انها هي اخر ما نطب من الماء بعد الطوفان. طوفان؟ الطوفان حق سيدنا قوم نوح. يعني هني ما هني كان كله مغطى بالماء. مغطى بالماء وبقي الماء لمده 80 سنه. واو أول واحد يطلع يسمونه ليدر. هاي حلوة. لا هذه هذه الدحية. فاجأتوني هذه غريبة عجيبة والله عجبتني. صوتك شنو؟ هذا صوته أنا العصافير. صوت العصافير؟ إيه أنا مأساكي بس ما من خشون أنا. الله 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 هذا أعلى شيء غير مبحبد بكرة المستشفى. كل واحد يطلع صوت مع بعض مع الصفقة. أقول لك الفكرة إني نسوي رعب شوي.
مع صدى الجبال لو 5 اشخاص يسمع كنا مجموعه كنا 50 فيعني اي عدو بيسمع بيخاف. واو 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 اقسم بالله احلى واحدة عجيبة عجيبة. وين الحصان حق؟ ها انت قاعد تشرد انا قاعد اشوفك. انا قاعد استناك ليش قاعد اشرد؟ وين السباق؟ من ساعة انا اقول لك ابي سباق. من ساعة قاعد احمي. قاعد تحمي؟ ايوه حاليا السباق. اذا فزت علي تروح فيها. الله تروح فيها ما اتكلم خلاص تاخذها. انا باخذ مو باخذها بس باخذ الاسطبل كله. خلي قد كلامك. قد كلامي انا. مبروك مبروك. ايش سوي؟ شنو الحركه اللي قطيتها الغتره؟ شنو بس هذا فوق عشان افوز. تعرف ما يقول لك فارس العربي رابي ويا الخيول في الصحراء في الصحراء لحد كلمة عشاك الليلة عندنا والله خفاف يسمعك موعدين احد العشاء والله قبل اليوم والله ان موعدين رجال خلاص بعد العشاء سهرة عندي فلقى انت لازم تنام من وقت طب خلاص بس ان شاء الله انك غير تضيف عندنا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ان شاء الله يعني انا اخذ ايام الكبار ايام الصغار عادي خلاص يا رجال امون عليك هنا اعطيتك خبر انا ومجهز الاوضاع انت مجهز الاوضاع شنو مجهز مجهز كل شيء قول شنو مجهز مو هديه لما تيجي صح ما كانت هالمره اني احصل حصاني لكن كانت بعدها فتره قصيره تحديدا في اماره عجمان في الامارات خيار واسرح بالخيال سباقي مع الذات لاخر مجال في البال احلامي تنهال بجرب واحاول وبوصل وما من محال بس جايين نختم سفرة تبوك والشمال بمنظر يسمى قوس القطار. اوه الدرجة الله سبحانك يا رب. انا الحين راضي اختم السفرة المنظر راضي. كنا قد الوعد ويينا الشمال في الشتاء صرنا حايل وأجزاء من حايل وبر حايل وزرنا تبوك كل ما بتكون المرة الوحيدة لأن اكتشفت أن الجمال في الشمال ما يخلص. شكرا أنكم تابعتونا في كل مكان في سناب شات ما شاء الله يبتوا الأرقام ما أعرف من وين انستغرام ريلز شورتس في اليوتيوب تيك توك تويتر مشكورين هاي شيء وايد شجعنا عمر يجرب